السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج أحياء في الذاكرة، أهلا بكم. لم تكن مذبحة 14 من أغسطس 2013 في رابع العدوية والنهضة فقط، في مختلف الميادين في مختلف المحافظات سقط ضحايا جراء مواجهات مع قوات الأمن. محمد فرج فهمي واحد من هؤلاء. محمد الفاتح أو هو القعقاع بن عمرو، ألقاب عرف بها قربت صورة مضيئة له تعبر عن قلب شجاع وعقل ذكي ونفس عاشقة لدينها ووطنها. هو الصراحة كان مسمينه هنا في يعني في العيلة اسم مسمينه أصلا موقف مشهور اسمه القعقاع بن عمرو، لأنه كان أصلا بتميز بذكائه أو بتميز بشجاعته أكتر. كان شجاع جدا الصراحة، كان شجاع بالرغم ان هو كان قصير وحجمه صغير بس كان شجاع. هو من صغره كان محمد ذكي لدرجه كانوا يسموه محمد الفاتح. محمد الله يرحمه كان ونعم الاخ، يعني كان محترم جدا، خلوق، جدع في كل الصفات، الصفات الرجل المحترم. محمد فرج فهمي شاب جاء إلى الدنيا في أكتوبر عام 1994 وودعها في أغسطس عام 2013، فبينما كانت رابعة تشتعل بحرق معتصميها خرجت جماهير الشرقية غاضبة ثائرة، فاستهدفتها رصاصات الجيش والشرطة، فكان نصيب محمد فرج طلق ناري في الرأس أودى بحياته. وبدأ ضرب النار، كان في ناس مصابين طبعا، كنا بننقلهم عربية الإسعاف، كانوا بتروح بهم مستشفى. طبعا كان المبرة مش في استقبال، كان بيروح على مستشفى الجامعة. وبعدين كان في أخ معانا برضو اتصاب في رجلي، فأنا رحت معاه المستشفى، فطلعت من المستشفى عشان لو في حد تاني مصاب أو حاجة نشيله. فاتفاجأت إن محمد خد طلقة انضرب في دماغه. الخبر أنا كنت ساعتها في الجيش أصلا، في الجيش التاني، وبعدين جالي تليفون وقالوا لي ابن عمك توفى يوم 14/8. كنا منعزلين عن الاحداث اللي بتحصل بره في الشارع اصلا. انا طلبت اجازه الصراحه، وبعدين هما عندنا رفضوا يعني ان انا انزل، كانت صدمه. وبعدين قعدت فتره محجوز في الجيش اللي هو شهر الحركه دي اللي هو شهر 8 كله ونص و 9، ممنوعين من الاجازه، واتمنعنا ان انا انزل اصلا اشعه جسمانه هنا. الناس صحابي وكده جايين من ايه، من مظاهرة، فبقول لهم محمد عامل ايه وكده، قال ايه ربنا ايه يعوضكم في ايه خير. حسيت بالخبر ما حدش يشوفها، زعلت قوي. امال عمل ايه لحد النهارده وبكره. واذا بقلبه الذي خرج صبيحة محرقة رابعة موجوعا على أصدقائه ومعتصرا على أحرار أبناء وطنه في الميدان، يتوقف نبضه في اليوم التالي للمذبحة بعدما فشلت كل وسائل الإسعافات في إنقاذ حياته. أنا حسيت أن حاجة من جوات نزعت، يعني أنا انهارت أصلا. أول ما شفت المنظر صرخت، وأخوه كان بيبكي، احنا الاثنين يعني ايه سندنا على بعض كده، قلت له اصبر وادعي له بالرحمه. منه لله، منه للحي القيوم، احنا ربنا هو اللي على الظالم، ربنا على الظالم يا ابني. محمد فرج فهمي لم يكمل العشرين عاما، قدره ان يكون من جيل اخذ على عاتقه محاربه الفساد وحمايه الثوره ولو كلفه ذلك حياته. رحم الله محمد فرج فهمي، إذا مات يوم المذبحة لكن ليس في مكان المذبحة، ليس في رابع العدوية وليس في النهضة،
محمد فرج يعيد طرح التساؤل مرة أخرى، كم مصريا فقد حياته في يوم 14 أغسطس 2013؟ لأنه البعض يتحدث عن أن الأرقام التي يجري الإعلان عنها هي لمن سقطوا في ميدان رابعة العدوية والنهضة فقط، في حين أنه في مختلف محافظات مصر كان هناك اعتداءات وكان هناك ضحايا سقطوا. معنا الأسرة الكريمة ونبدأ بالحاج فرج فهمي الوالد. حاج فرج، دلوقتي محمد رحمه الله اللي في سنه دلوقتي كان زمانهم لسه يا اما دخلوا الجيش اما بيجهزوا اوراقهم للجيش، كيف تلقيت نبأ وفاة ابنك اللي هو مواليد سنة 94 لسه يعني المفروض بيبدأ حياته؟ حلو. ايوه حاج فرج سامعني؟ ايوه سامع. ايوه انا بسألك يا حاج فرج، كيف تلقيت الخبر، كيف تلقيت نبأ وفاة محمد رحمه الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم سلام عليهم. الآية بداية يعني أنا كنت موجود في القاهرة يومها، فاتصل بي أخويا قال لي إن يعني محمد جاله طلقة خرطوش، فعلى طول أول كلمة قلت اللهم أجرني في مصيبتي وأجرني خير منها، اللهم أفرغ علي الصبر صبرا، جعلتك أردد هذه المقولة حتى وصلت إلى الزكازيك. كان في القاهرة ساعتها وعلى كوبري 6 أكتوبر. بعد ما وصلت إلى الزكازيك بالليل كان هو في المستشفى. نعم. أنت أيوة. كنت موجود في القاهرة حاج فرج، كنت موجود في رابعة العدوية؟ على كوبري 6 أكتوبر لم أدخل رابعة العدوية. أنت كنت مشارك في اعتصام رابعة العدوية حاج فرج؟ أيوة يا فندم، من أول يوم لآخر يوم. طيب ومحمد رحمه الله راح الاعتصام وشارك فيه؟ يا فندم، وكان موجود فيه محدش في المنصة وكان على الصفوف الأمنية. وما خفتش عليه حاج فرج؟ أحد الناس اللي بنوا السواتر الطوبية اللي هي البنية دي كان محمد أحد البنائين اللي شغالين فيها. طيب وأنت ما خفتش عليه؟ خفت عليه من إيه؟ سبحان الله. يعني في قضية أمة. يعني الواحد برضه مش هيبص للحاجات الأصغر من كده ذلك بكثير، احنا قضية أمة. حرب على الدين وحرب على الهوية وحرب على العقيدة، فالناس دونها يعني بسيطة، التعامل معهم يكون بسيط يعني. ومحمد يعني رحمه الله كان من الشخصيات المحترمة، كان دايما شايل هم الأمة يعني، كان دايما يتحدث، كان يقول أمنيتي أن آتي من رابعة مكفنة. يعني لما تسأل مثلا ايه نيتك يا محمد يقول اجل بكاس من رابع. هو حضر المنصه وحضر يوم الحرس الجمهوري كان موجود برضه، وبعد كده حضر المنصه، بس يوم الحرس الجمهوري كان مش موجود في عند الحرس، كان موجود في رابعه يعني في الميدان. اما يوم المنصه كان موجود في الامام قباله المنصه بالظبط يعني. محمد رحمه الله لم يفقد حياته مباشره، قعد فتره في المستشفى وفقد حياته في اليوم التالي. محمد أصيب بطلق ناري في الرأس، يعني مش عايز أوصف لحضرتك، كان الفتحة في الدماغ حوالي 6.5 سم. الفتحة بتاعة الطلق الناري يعني مش ممكن يكون طلقة عادية، يعني طلقة دامة 6.5 سم أو 7 سم تقريبا. وأصيب يوم 14 يعني توفي يوم 15 الصبح، يعني حوالي الساعة 7 الصبح أو 8 الصبح يعني. ووجدت عنت في استخراج تصريح الوفاة أو تصريح الدفن؟ يعني هو كان أكثر من جثة هناك، حوالي 8 جثث تقريبا في مشرحة الزكازيك. فبدأوا الموظفين يتلكأوا يعني، وفي أحد الموظفين يعني أنا أصلا لقيته بيتكلم مع واحد تاني في بلد مجاورة يعني اسمه بني شبر أو تل حويل، بيقولوا خذوه واعتبروه إن هو ميت حتى وبتاع. فأنا قلت لهم بصوت عالي أنا هسيبه هنا وأمشي ومش هقدر لما آخد منه تقرير إن هو أصيب بطلق ناري في الرأس. وبعمل محضر وما خدتش الا لما عملت محضر واثبتت المحضر ده. طبعا المحضر تاه ولا عارفينه في لحد دلوقتي ولا عارفين نصل اليه. يعني الى الان انت ليس معك صوره من محضر الذي كتب وبناء عليه خرج تصريح الدفن؟ لم استطع الحصول على صوره. لكن ما كتب في تصريح الدفن ان سبب الوفاه طلق ناري في الراس. ومعاه تقرير طلق ناري في الراس ادى الى هبوط حاد في الدوره الدمويه وبعد ذلك ادت الى وفاته. ومعايا التقرير دخول المستشفى بالعلاجات اللي اتكتبت بالتوصيف الطبي اللي هو الوصف الطبي للحاله يعني.
طيب انا هعود اليك مره ثانيه يا حاج فرج، لكن للاقتراب اكثر من ملابسات الوفاء، معنا عبر الهاتف صديق محمد فهمي، محمد فرج فهمي رحمه الله، فهمي شاكر. فهمي السلام عليكم. استاذ فهمي شاكر، اذا يبدو انه استاذ فهمي، السلام عليكم. فهمي شاكر، السلام عليكم. طيب هل كنت مع محمد رحمه الله وقت هذه الاحداث، احداث التبادل او احداث الاشتباكات في الزقازيق؟ الاشتباكات اللي حصلت، انا كنت في المنزل، جالي مكالمه ان محمد انضرب بالخرطوش في راسه في دماغه. رحت و الو ايوه سامعك فهمي كمل. ورحت عشان اشوف محمد، قالوا لي انه مصاب بطنقة في راسه، وطلعت له فوق وكان ولقيته مصاب بإصابة كبيرة جدا في راسه. وايه اللي حصل بعد كده فهمي؟ يبدو ان عندنا مشاكل في الاتصال بفهمي شاكر صديق محمد فرج فهمي رحمه الله. سنعود اليه مره اخرى، لكن بعد ان نتوجه للاستاذه ساميه عبد الله وهي والده محمد فرج فهمي رحمه الله. اسالك نفس السؤال يا استاذه ساميه على اللحظات الاخيره او اول اللحظات الاولى التي تلقيت فيها نبأ وفاه محمد رحمه الله. لقيت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. سبحان الله، اتمنى ابني شهيد من الشهداء. فانا ساعه ما جالي خبر محمد قلت انا لله وانا اليه راجعون، ان يا ابني وداعتك كانت صاحب الوداع. اتمنى من الله محمد ابني كان راجل. محمد ابني ضربوه، طب ضربوه ليه؟ عشان بدافع عن حقه، بدافع عن الشرعي، بدافع عن دينه. ليه؟ ليه؟ قدر من الله سبحانه وتعالى يجعل محمد في منزلة الشهداء، والحمد لله رب العالمين اللي ربنا اختاره من الشهداء. ومحمد ابن الحمد لله كان فيه المواصفات الجميلة جدا، المواصفات الحلوة، المواصفات الحنينة، كل المواصفات الحلوة كان فيه. يعني محمد ابني مش قادر أقول لك، يعني محمد ابني عمل حاجات جميلة، حاجات علم حلو خالص، وحنين على كل اهله وعلى كل حد، وفي شغله اصحاب صحابيه جميله جدا، كل اصحابه بيحبوه، وكل اصحابه يعني بسم الله ما شاء الله لغايه دلوقتي من حبهم فيه لسه بيقول لغايه دلوقتي. الحمد لله الحمد لله. وانا طيب بدعي ربنا سبحانه وتعالى كل اللي سبب في موت ابني، وكل اللي راح يفوض عبد الفتاح السيسي، كل اللي راح فوضى على قتل ابني وعلى قتل اي حد يدوب زمانه دوب. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وكل اللي راح فوض عبد الفتاح السيسي، فوضى على قتل الشباب اللي ماتوا، انا مات من عند اثنين، محمد وسعيد. حرام حرام لما يموت كله حرام. سعيد كده. سعيد يقرب لك يا استاذه ساميه، مين سعيد اللي مات؟ حاجة سامية؟ طيب إذا مشاهدينا الكرام يبدو أن هناك مشكلة في التواصل، سنعود إليها مرة أخرى الحاجة سامية وهي الوالدة الكريمة، وتقول أن محمد ليس الوحيد الذي فقدته في أسرتها في هذه الأحداث، وقالت أنها فقدت شخص آخر اسمه سعيد. نريد أن نعرف من هو سعيد، ربما نعرف من شيماء وهي شقيقة محمد رحمه الله. شيماء، من هو سعيد الذي فقدته أيضا الحاجة سامية؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد عبد المنعم فهمي هو ابن عمي. ابن عمك. ابن عمي محمد مات يوم رمضان الثانية بعد محمد بيومين تقريبا. في مذبحة رمسيس الثانية اللي كانت في الجمعة الأولى بعد فض ربعة. أيوه.
بعد محمد بيومين او بثلاثه. طب كلمينا عن محمد يا شيماء، باعتبارك انت كنت اخته محمد رحمه الله، كيف كان يتعامل معكي وانت اخته؟ كلمينا، قربينا منه اكتر من اخلاقه، من زمايله، من اصحابه، من دراسته. محمد كان انسان طيب، فوق ما هو محترم، فوق ما هو كل الناس بتحبه، فوق ما هو كل مشكله قدامه سواء كانت اكبر من سنه كان بيعرف يحلها. حتى ايه، كانوا على طول يقولوا محمد الفاتح، وكان على طول على طول على طول الناس بتحبه واصحابه. محمد قبل ما يستشهد بالليل كان قاعد مع ابن عمي فبيلعبوا لعبه اسمها الاعتراف. اسمها الايه؟ ابن عمي بيقول له انت ومين؟ لعبه اسمها الاعتراف. الاعتراف. ايوه، فبيساله بيقول له انت ايه امنيتك؟ فبيقول له امنيتي ارجع من ميدان متكفن. فابن عمي ما كانش يعرف ايه سر الامنيه دي، ما يعرفش هو ايه. فبيقول له طب ليه؟ بيقول له انا مش عارف، بس انا نفسي ارجع من ميدان رابعه متكفن. فلغايه ما محمد استشهد محدش كان يعرف ايه سر الامنيه اللي هو كان عايزها دي. ان شاء الله ربنا يجعل محمد ان شاء الله من الشهداء في الفردوس الاعلى ان شاء الله. احنا صامدين وثابتين وان شاء الله مش هنسيب حق الناس اللي ماتت دي، وان شاء الله مكملين. طيب يا شيماء، انا هعود اليك مره اخرى، لكن بعد ان نعود مره اخرى للاستاذه ساميه عبد الله وهي الوالده الكريمه. استاذه ساميه، محمد رحمه الله كان راح رابعه اكثر من مره، وكان موجود في كثير من الاحداث التي سبقت هذه الاحداث الدميه في مدينه الزقازيق. انت كأم ما خفتيش عليه؟ ما قلتلوش حاسب ارجع؟ قلت له والله. انا قلت له يا محمد، هو جه حكى لي على معركه المنصه، جه في يوم يعني كده وبحكي لي. فقلت له يا محمد ما تبقاش تتقدم قدامي يا محمد، ده خليك لورا. فقال لي لا يا ماما، كل ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا. احنا مش انا مش خايف، انا يا ماما مش خايف، احنا طالعين لله وان شاء الله ربنا هينصرنا. ما تخافيش يا ماما عليا، ولو لي عمر هرجع، ولو مش لي عمر مش هرجع يا ماما، عشان كل شيء يعني العمر محدد. وما تخافيش عليا، لو لي نصيب هاجي لك، مش لي نصيب مش هاجي يا ماما. قلت له ماشي يا ابني، يحرسك الله، وبس برضه يا ابني خلي بالك من نفسك. قلت بيها على الله يا ماما، قلت بيها على الله، وربنا هو الحارس. طب يا حاجه ساميه، بعد وفاه محمد رحمه الله، كيف تتعاملين مع الجيران ومع الاقارب المؤيد لخريطه الطريق واللي معارض ليها؟ والله انا بتكلم مع المعارضين حتى ياخدوا ابني عظه، لكن هم سبحان الله في ناس من بتتقبل الكلام وفي ناس مش بتتقبل الكلام. فاني الحمد لله رب العالمين، اني معاملتي مع كل الناس كويسه، واني علشان احسسهم برضه اذا كنت زعلانه على ابني او مش زعلانه على ابني بحاول اقترب منهم، عصم الله سبحانه وتعالى ان يهم ربنا يهديهم ويرجع عن اللي في دماغهم. واللي يعني بحاول اللي كل المضاد لينا، فانا بقول له يعني حط ابني عبره، احنا كنا فين واحنا بنعمل في الناس ايه واحنا ايه واحنا ايه. ابني ما ظلم وكده، ساعات عندما كنا بواسين الكلام، بس بعد ما بيطلعوا من عندي فاني برضه بيجي لي الكلام اللي هم بيقولوه. وعلى فكره والله اقرب الناس لي انا، لي انا مش اقرب الناس لحد، اقرب الناس يعني لي انا، عسى من الله سبحانه وتعالى. بدعي لهم ربنا يهديهم ويحوش الشيطان اللي في دماغهم ويرجعوا عن اللي في دماغهم، وبتمنى ان هم ربنا يهديهم ويقف الحق فين. ربنا يهدي الجميع يا حاجه ساميه. سأعود إليك مرة أخرى، لكن بعد أن أتوجه مرة أخرى إلى الوالد الحاج فرج فهمي. أنا عايز أسألك يا حاج فرج على محمد الشاب الصغير اللي مولود شهر 10 سنة 94، يعني لسه ما كملش 20 سنة. كيف ليه المحيط بتاعه سموه محمد الفاتح وليه سموه القهقاع ابن يوسف؟ وإيه اللي يوصل شاب في السن ده إن هو يقول إن أمنيتي إني أرجع من رابعة متكفن؟ أنت إزاي زرعت فيه المعاني وديت؟
والله احنا الجو بتاع الاسره بتاعنا الحمد لله جو يعني فيه الالتزام بنسبه كبيره، الاسره كامله، الاسره بتاعتي الاكبر يعني والدي واخواتي واحنا في بيوت محيطه ببعضها، فالجو السمت العام بتاعنا احنا ناس عندنا صيغه الالتزام بالدين يعني. ثاني حاجه اني في تربيتي لمحمد كنت دايما اربيه على الفهم، يتحرك من خلال تفكير مش يتحرك من خلال اوامر او تنفيذ يعني. انا كنت قرات بحث عن محمد الفاتح وكيف يعني استطاع ان يفتح القسطنطينيه، فكان محمد في بعض الشواذ لقبت انا بالفاتح وسموه الناس بالفاتح، يعني ما حدش كان من عمامه ينباله الا بالفاتح، يا فاتح يا فاتح هو يرد عليهم وهكذا يعني. اما بالنسبه لمحمد كشخصيه وعلاقته باقرانه وسنه، وكان يقود من يقبره سنا يعني الناس الاكبر منه في السن، كان محمد بالنسبه لهم هو يعني ايه يعني يسالوه يستشيروا في بعض الامور ويستشيروا في بعض الامور. ومحمد كان من النوع المفتح جدا 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 في كل المجالات، اشتغل مع كله، اتكلم مع كله، يتعامل مع كله، نظام صناعيه ونظام ناس في المسجد ونظام هنا ونظام في الشارع، كل الناس كان بيتعامل معاهم بايه؟ بشركه دم وبنشاطه يعني. ده بالنسبه لايه؟ للاسم محمد الفاتح. اما كنيه القعقاع يعني كنا في مسابقه يعني، وبعدين ايه يعني ذكر اسم القعقاع نعم، فعندما دخل محمد حل المكان او الكلام اللي كان بيتقال فلقب بالقعقاع من خلال مسابقه كانت احدى المسابقات يعني في احدى الحفلات، ان محمد الفاتح لقب بالقعقاع في هذه المناسبه يعني. طب وفاه محمد يا حاج، وفاه محمد يا حاج فرج بالنسبه للقريه اللي بتحيوا فيها، قريه النكاريه في الزقازيق في الشرقيه، شاب في مقتبل أيوة. عمره وفقد حياته بهذه الطريقه بطلق ناري في الراس، كيف اثر هذه الوفاه على موقف الناس سواء سياسيا ولا دعويا؟ صلاة صلاة. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، مساله ان الناس تتاثر باستشهاد واحد او اثنين، انا في قريه استشهد فيها ثلاثه في القريه دي استشهدوا فقط، ثلاثه في القريه دي استشهدوا يعني اثنين، واحد في رابعه، واحد في زقازيق، واحد ثاني يوم في رمسيس، ابن وابن اخويا وصديق لي. القرية يعني لو وصفت لحضرتك كيف خرجت عن بكرة أبيها، كان مشهد محمد فيها يبلغ من 10,000، يقرب من 10,000 واحد ماشيين في الشارع. بقول لحضرتك ده لكن الناس غرر بهم وضللوا من قبل الإعلام، في ناس كتير جدا في دماغهم طلعوا ويبكوا كده على المقابر، ولكن هم برضه لسه فيهم أفكار بتاعتهم وتوجهاتهم يعني من كده يعني، لهم مصالح ولهم يعني حاجات مع النظام الموجود يعني. أما تأثير محمد على من يؤيد الشرعية فهو تأثير جذب كل الناس متأثرة بتأثير جيد جدا، والحمد لله رب العالمين، وله أثر، وله أثر سعيد برضه، له أثر، وإسلام له أثر في كل الناس يعني. طب يا حاج فرج عايز أسألك على أنتوا إيه اللي يرضيكم؟ لأنه البعض بيطرح أنه أهالي الضحايا هم سبب توقف الحياة السياسية في مصر، أنه أنتوا يعني عايزين، الناس بتقول عايزين ننسى بقى اللي فات عشان نعرف نبص لقدام، والبلد داخله على انتخابات ونعرف نبص لقدام. اتفضل. ايه اللي يرضيكم؟ يعني اللي يرضينا؟ يعني سبحان الله، يعني اولا يعني كيف تبنى يعني هذه الدوله على اشلاء؟ وكيف تبنى على الدماء؟ وكيف تبنى دوله لم يكن فيها العدل؟ مستحيل. ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ده كلام مش منطقي اصلا، حتى لو بنيت او خيل لهم ان البلد تقدمت مستحيل تتقدم، لا يمكن، ان لم يقم العدل في اي مجتمع فانزل بخراب هذا المجتمع. العدل ودعم من التكييف وتزيين الباطل والكلام اللي هو في غير محله. العدل هو اساس قيام الامم، العدل، ان الله لا ينصر الامه العادله ولا كان الكفار. نعم، الحاج فرج فهمي والد محمد فرج فهمي والذي فقد حياته في مدينة الزقازيق في يوم مجزرة فض رابعة والنهضة، أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكر الحاجة سامية عبد الله الوالدة الكريمة وشيماء شقيقته وصديقه كان معنا عبر الهاتف فهمي شاكر، أشكره شكرا جزيلا. وآخر ما قاله الوالد أنه لا تبنى دولة على أشلاء، وأن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، من يريد المصالحة، من يريد أن يمضي إلى الأمام فعليه أن يضمد جراحات الماضي. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي حلقة اليوم، إلى اللقاء في حلقة جديدة لنلتقي بأسرة شهيد آخر نحاورهم، نستمع إليهم ليرووا قصة جديدة من أحياء في الذاكرة.
وشفت اخويا من دمي على ايديك وعندني بقمري سيدك قتلني وهو مات وانا نجي.